أشواطنا متجددة، تحية مستمرة على أرضية هذا الميدان. شوطنا الخامس عشر ينطلق بحفظ من الله ورعايته، خصص للإبكار. والشوط الخامس للصعوب مباشرة مع صدارة هذا الشوط، مع مقدمة هذا المسار العاصمة علي بن خالد بن عودة العامري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني تقدم من الشاهينية وناصر بن راشد بن سعيد الزرعي خذ المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم من خلال تواجد هنا أيضا الحذرة ومنصور بن محمد الوهيبي خذ المركز الثالث مع انطلاقة الحذرة في هذه اللحظات. تابع الأسماء وتابع الشعارات المنطلقة في هذه اللحظات المندفعة في هذا المسار المستمر، ولكن نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة، مع مقدمة هذا الشوط، مع المركز الأول بين عويدها العامري على الصدارة على مقدمة هذا الانطلاق، مع العاصمة، مع العاصمة، هذه هي العاصمة، مع أشواط الصعوب تتقدم في هذا الانطلاق لتتفوق على الجميع. هنا أيضا مع البداية على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول العاصمة، العاصمة، العاصمة علي بن خالد العامري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا العرض النهائي، على هذا الانطلاق النهائي، على البداية على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني، المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والمنطلق الحذرة منصور بن محمد الوهيبي. اللحظات الأخيرة الوهيبي، الوهيبي ولا العامري، ولكن الحذرة غيرت بدلت إلى رأس حربة هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الحذرة منصور بن محمد الوهيبي، لا التحية على هذا الفوز والانتصار لحظات وصولها إلى خط النهاية. معلن ناموس هذا الشوط المركز الثاني وصول من الشاهينية ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي، والمركز الثالث تقدمت في هذه اللحظات وصول من خلال العاصمة علي بن خالد بن عويدة العامري. هذه النتيجة، توقيتنا الزمني 2:20. تهانينا والناموس لمالك الحذرة منصور بن محمد الوهيبي.